اللي هي التجربة العملية برضه اللي عملناها بالمختبر، روابط على التجربة، فبتقدروا تحضروا في أي وقت يعني المادة النظرية والجزء العملي كمان، راح يعني موجود الروابط بتقدروا تحضروها كمان بأي وقت. طيب، لكن الجزء النظري اللي احنا يعني حابين يعني انكم يعني تطلعوا عليه، اللي هو اللي حسب ما هو موجود بالمانيوال عندنا، احنا بدنا نعمل ديسوليوشن تيست لتتراسايكلين هيدروكلورايد. لكن حقيقة احنا جربنا ان نحصل من الاسواق تتراسايكلين هيدروكلورايد، ما تمكننا كبسولات ان نلاقيها، لكن حضرنا عندنا بالمختبر كبسولات من الباراسيتامول، عبينا بالكبسولات باراسيتامول باودر وبعدين عملنا لها اللي هو ديسوليوشن تيست. نرجع نتذكر اللي هو اللي اخذتوه انتم بالمختبر المره الماضيه، المفروض اللي هو الديسوليوشن اوف تابلتس. فالجزء المتعلق بالديسوليوشن اوف تابلتس برضه بينطبق على الديسوليوشن فروم كابسولز. فاذا تعريف الديسوليوشن هو الترانسفير اوف مولكيولز اور ايونز فروم ا سوليد ستيت انتو سوليوشن، يعني هي عمليه انتقال المولكيولز من السوليد دوزج فورم او من السوليد ستيت انتو ذا سوليوشن. تبدا العمليه بالديتاتشمنت، انفصال الجزيئات عن الماده الصلبه ودخولها الى السوليوشن. طبعا السوليوشن موضوع كثير مهم، لانه ما ممكن يصير ابزوربشن لاي دواء اذا ما صار له ديسوليوشن. ف از ا بري ريكويزيت اوف ابزوربشن انه الدواء يذوب يطلع من السوليد ستيت ويدخل بالسوليوشن حتى يصير ابزوربشن للدرج. فلازم يكون اذا بالسايت اوف ابزوربشن بهاي الحاله اللي هو الانتستينال وول، على الاغلب بيتم الامتصاص من خلال الانتستينال وول، فلازم يكون الدواء موجود ان سوليوشن عند السايت اوف ابزوربشن. فمثلا اذا اعطينا حبه يعني والحبه هاي ما ذابت او ما تفتتت وما حررت الدواء، فلا فائده منها لانه الدواء راح يضل دائما غير ذائب، واذا ما ذاب ما راح يصير له ابزوربشن. عشان هيك راح نشوف بالصيدله الصناعيه كيف انه احنا لو نحضر التابلتس بنضيف ماده بنسميها ديسنتجرانت، ماده بتساعد على انها تتفتت الحبه وتسرع من the rate of release of the drug from the formulation. Then the dissolution of a solid in a liquid may be regarded as being composed of two consecutive stages. First, an interfacial reaction. Then, إذا بدنا نطلع على dissolution، المرحلة الأولى هي مرحلة انتقال السوليود أو انتقال الجزيء من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. إذا هاي detachment، هاي الديتاتشمنت بروسيس. فاذا هاي اللي هي الخطوه الاولى فيرست اللي هي الانترفيشال رياكشن، اللي هو بنتقل الجزيء من الحاله الصلبه، بنفك عن الماده الصلبه وبنتقل الى السوليوشن. هاي الديتاتشمنت ستيب، هاي الخطوه الاولى بالديسوليوشن. الخطوه الثانيه اللي هي عمليه ديفيوجن، اللي هي انتقال الجزيئات من المنطقة المجاورة لسطح المادة الصلبة إلى داخل السوليوشن، إلى البلك of the solution. إذن خطوة detachment، بعدين بصير في عندي خطوة diffusion. ممكن هيك نتطلع إحنا على the process of the solution. The solution in contact with the solid will be saturated because it is in direct contact with with undissolved solid. اوكي خلص يعني. طيب شو بعد ما فقدنا الامل، لا شكله راح يشتغل. اوكي طيب ماشي الحال. اذا عندي انا هاي السوليد بارتيكل، هاي اللي هي البارتيكل سوليد بارتيكل. الان الدواء او المولكيولز بده يصير لها ايش؟ ديتاتشمنت، بدها تنفصل من سطح البارتيكل. يعني هاي الحبيبه اللي موجوده بالدواء لا ممكن تكون جايه من تابلت، بده يصير لها ديتاتشمنت وتنفصل من التابلت. اول شيء بده يصير ديسنتجريشن، تتفتت الحبه الى سمول بارتيكلز، وبعدين هاي البارتيكلز بتبدا يصير منها الديسوليوشن. عن سطح البارتيكلز بيبدا الدراج مولكيولز يصير لها ايش؟ ديتاتشمنت، وتتجمع وين؟ نيكست تو ذا سيرفيس. فاذا رسمنا هون خط هيك حد، الان جنب هذا الحد البارتيكلز وين بتكون؟ متجمعه هون بهاي المنطقه.
الآن هاي اللي هي البروسيس اوف ديتاشمنت، بتكون بهاي المنطقة. السوليوشن بيكون البالكون. الآن المولكيولز بدها تنتقل من المنطقة هاي اللي هي الآن تركيز الدواء فيها عالي إلى المنطقة اللي تركيز الدواء فيها أقل، اللي هي هاي بنسميها diffusion process. diffusion process. فإذا إحنا بنقدر إنه إحنا نتطلع على هنا تركيز الدواء في المنطقة المجاورة، تركيز الدواء أو المولكيول في المنطقة المجاورة للسوليد بارتيكلز بيكون يساوي CS، اللي هي solubility of the drug بالديسوليوشن ميديوم. إذا تركيز الدواء بالمنطقة المجاورة بيكون يساوي CS، وكل ما ابتعدنا عن هذا السطح اللي هو هذا الباوندري، كل ما ابتعدنا إيش بيصير بالتركيز؟ التركيز بقل تدريجياً إلى أن نصل إلى اللي هو التركيز بالسوليوشن، أو إذا اعتبرنا إشي بنسميه sink conditions نعتبر أنه هاي تقريباً يساوي التركيز بالمنطقة هاي يساوي صفر. الآن هاي المنطقة اللي هي بصير فيها diffusion، diffusion layer نسميها، اللي هي المنطقة من هون لهون، هاي diffusion layer اللي هي سماكتها تساوي H، سماكتها بتساوي H. طيب إذا مرة ثانية، إذا المولكيولز بتغادر سطح البارتيكلز، في عندنا هون الباوندري لاير، والتركيز بيكون عند هون هاي النقطة بيكون يساوي السوليبيليتي CS، وكل ما ابتعدنا عن سطح البارتيكل بقل التركيز نتيجة للديفيوجن إلى أن نصل إلى التركيز اللي هو يساوي concentration in the bulk، أو إذا كانت إذا كان التركيز قليل جدا بالبلك ممكن نعتبره صفر عند هاي النقطة، حسب يعني شو الابروكسيميشن اللي نعمله للمعادلة. عشان هيك بنشوف بمعادلة النويز ويتني إكويشن تعبير السوليبيليتي، وعلاقة السوليبيليتي بالديسوليوشن مرتبطة بشكل مباشر. كل ما زادت ذائبية المركب بالمي أو بالديسوليوشن ميديوم بتزيد الريت أوف ديسوليوشن. طيب يعني صحيح مش كثير مفيد استعمال القلم لأنه مش كثير، يعني خلينا نحكي الكتابة سهلة. خليني أرجع على الـ على الباور على الـ على الوورد نكمل شرح. طيب أعمل شير جديد. أوكي. فإذا مشان هيك بنحكي the solution in contact with the solid will be saturated because it is in direct contact with an undissolved solid. Its concentration will be CS. إذا المنطقة المجاورة لسطح المادة الصلبة بيكون تركيز فيها يساوي solubility. إذا CS هي solubility. اللي هو concentration at saturation. After this, the solute molecules must migrate through the boundary layers surrounding the crystal to the bulk of solution. اللي هو هذا migration اللي هي عملية diffusion من المنطقة المجاورة لسطح البارتيكلز اللي التركيز عندها يساوي السوليبيليتي إلى منطقة الديفيوجن اللي هي بنسميها الديفيوجن لاير. هاي بتم عملية انتقال المولكيول من خلالها. عند نهاية اللاير هاي بيكون التركيز يساوي سي. التركيز يساوي سي. الآن هنا هذا التركيز اللي هو الكونسنتريشن ان ذا بالك، تركيز بداخل ال السوليوشن اللي هو احنا بنقيسه عاده بالديسوليوشن بروسيس. الايكويشن المعادله نفسها هي المعادله اللي اخذتوها المره الماضيه، اللي هي ممكن احنا يعني تعبر لنا عن عمليه الديسوليوشن، اللي هي النويز ويتني ايكويشن. ذا ريت اوف ماس ترانسفير، حسب النويز ويتني ايكويشن ذا ريت اوف ماس ترانسفير اوف سوليوت مولكيولز اور ايونز ثرو ستاتيك ديفيوجن لاير اللي هي H، سماكتها H. الآن الريت هي عبارة عن dm by dt، هاي dt هاي وليست يعني مش كتب صحيح، هاي dm by dt اللي هي كمية المادة اللي بتنتقل من خلال نقطة معينة خلال مدة زمنية معينة. فإذا dm by dt هي سرعة الانتقال، أو ممكن نعتبرها هي rate of dissolution directly proportional to the area available for molecule or ionic migration. A إذا هي ال area of dissolution، و the concentration differences ما بين the solubility وال concentration in the bulk، and it is inversely proportional to the thickness of the boundary layer اللي هو H. فإذا خلينا نشرح المعادلة هون. dm by dt هاي المعادلة اللي هي السرعة، أي شيء بتغير بالنسبة للزمن هو rate.
فإذا سرعة الريليس اوف ذا دراج او سرعة الديسوليوشن اللي هي دي ام باي دي تي، ام اللي هو الاماونت ريليست اوف دراج، كمية الدواء المحررة. فالتغير بكمية الدواء بالنسبة للزمن هاي اللي هي الريت اوف ديسوليوشن، سرعة التحرر، تساوي دي. دي هو عبارة عن كونستانت اللي هو ديفيوجن كوفيشنت، ديفيوجن كوفيشنت بنسميه. هذا ديفيوجن كوفيشنت بيعتمد على عدة عوامل، منها المولكيولر ستراكشر للكومباوند، بيعتمد على نوع الديسوليوشن ميديوم، وبيعتمد كذلك على درجة الحرارة. A هي total surface area of the solution، CS هي solubility، و C هو concentration in the bulk. كل هذا تقسيم H اللي هو diffusion layer thickness. diffusion layer thickness هذا رقم تخيلي، يعني لا يمكن قياسه حقيقة، يعني ما في طريقة يعني لنقيسه، لكن هو رقم متوقع أنه يكون بالمايكرومتر سكيل، ممكن 10 30 مايكرومتر بالحدود. فإذا نقدر نستخدم هاي العلاقة لعشان نعبر عن rate of dissolution of drugs من dosage form. طبعا زي ما حكينا قبل، إذا هنا CS هي solubility، C هو concentration in the bulk. مرات شو بنيجي بنفترض؟ نفترض أن concentration in the bulk مقارنة مع solubility صغير كثير، يعني هذا الرقم C صغير كثير مقارنة مع CS. فعندي رقم اللي هو CS بدي أطرح منه رقم صغير كثير اللي هو C، بهاي الحالة بقدر أعتبره كأنه C مش موجود، للتقريب وللتسهيل. فإذا كان C يساوي أقل من 10% من CS، يعني الـ concentration in the bulk أقل من 10% من solubility، بهاي الحالة بقدر أهمل وجود C وأفترضها إنها تساوي صفر بهاي المعادلة. فالمعادلة بتصير هنا بنقدر نختصرها، بتصير rate of dissolution dm by dt تساوي d اللي هي diffusion coefficient ضرب a area of diffusion أو area of dissolution ضرب cs تقسيم h، اللي هي هاي العلاقة هون dm by dt تساوي d في a في cs على h. تمام. الآن dissolution test is done for each dosage form in accordance with certain requirements stated in each monograph for a tablet or capsule. عادة احنا عشان نعمل dissolution test بنرجع لدستور الأدوية، دساتير الأدوية، ودساتير الأدوية بيكون محدد فيها اللي هو كيف نعمل بالضبط dissolution test، ايش dissolution medium اللي نستخدمها، وسرعة البروبيلر الفراشة اللي بدها تدور جوا الديسوليوشن ميديوم، وإلى آخره من كل يعني وصف للإكسبيرمنت نقدر نطلعه من اللي هو اليونايتد ستيتس فارماكوبيا لكل مركب أو لكل منتج موجود عندنا. في عندنا للتابلتس والكابسولز ممكن نختار حسب إيش هو موجود بالمونوغراف، ممكن نختار إما أبارتس 1 اللي هي الروتيتنج باسكت، أو Apparatus 2 اللي هي البادل. المرة الماضية بالDissolution of Tablets استعملنا Apparatus 2 اللي هي البادل، المروحة. اليوم بالتجربة هاي رح نستخدم Apparatus 1 اللي هي عبارة عن Rotating Basket. Rotating Basket يعني على نهاية الذراع اللي بدور بيكون فيه زي سلة من الستينلس ستيل، بنحط الدوزج فورم فيها الكبسولة جواتها ومنخليها تدخل جوا السوليوشن، لأنه الكبسولات ممكن تطوش على سطح المي، وبالتالي يعني ما بتعطينا قراءات جيدة إذا نستخدم الأباراتس 2. لكن الأباراتس 1 لأنه باسكت يعني بتنجبر أو نجبر الكبسولة إنها تدخل تنغمس جوا الديسوليوشن ميديوم. فإذا الجزء اللي هو العملي بهذا المختبر اللي هو موجود عندنا هون، لكن بدل ما احنا رايحين نعمل ديسوليوشن تيست للتتراسايكلين هيدروكلورايد كبسول ما لقيناهم بالاسواق، رايحين يعني احنا عبينا كبسولات بالباراسيتامول واستعملنا يعني خلينا نحكي هاي الكبسولات اللي احنا عبيناها بالمختبر لا عشان نعمل عليها ديسوليوشن رن. فاذا بهاي الاكسبيرمنت
إذن إحنا راح نشوفه بالفيديوهات باراسيتامول كبسولز، ولو أنه هو كدوزج فورم الباراسيتامول ما بنلاقيه كبسولات يعني بالأسواق، وموجود على شكل تابلتس، لكن إحنا عبيناه بالمختبر عندنا علشان يعني نعمل مقارنة ما بين الكبسولز والتابلتس للباراسيتامول. بالنسبة إذا البروسيجر هون مختلف، لأنه إحنا غيرنا اللي هو الأكتيف إنجريدينت، ما راح نشتغل هذا البروسيجر. البروسيجر اللي فقط اللي راح ناخذ من هذا البروسيجر إن إحنا استعملنا أباراتس 2 بدل أباراتس 1 بالنسبة للتابلتس. التابلت استخدمنا أباراتس 1، بالكابسولز بنستخدم أباراتس 2، وراحين برضه نمشي على نفس البروسيجر تبع التابلتس، لكن بدل ما نستخدم باراسيتامول تابلتس استخدمنا باراسيتامول كبسولز، حبينا كبسولات، واخترنا بدل أباراتس 2 اخترنا أباراتس 1 اللي هي الباسكت، وباقي البروسيجر كملنا حسب ما هو موجود أمامنا الآن. فإذا بنحط الكبسولة بدل التابلت، هنا بنحط كبسولة بالفيسل، الفيسل فيها 900 مليليتر من فوسفيت بفر على 5.8 من عشرة، درجة الحرارة 37 درجة مئوية. إحنا حقيقة يعني للإكسبرمنت اللي عملناها ما رفعنا الحرارة ل 37 درجة، خليناها على نفس حرارة الغرفة، هيك يعني الإكسبرمنت اللي عملناها وصورناها. Place one tablet in the vessel and operate the rotation of pedal at 50 RPM. كل خمس دقائق بنسحب 10 مليليتر، وبناخذ هذه ال 5 مليلتر نعملها فلتريشن، وبعدين بنقيس الابزوربنس لها على 243 نانومتر. احنا يعني عاده لما بنعمل ابزوربنس على اليو في سبكترو فوتوميتر لازم الابزوربنس يطلع اقل من واحد، اذا طلع الابزوربنس اكثر من واحد لازم نعمل داليوشن. بهاي الحاله الريليس اوف ذا دراج كان فيري سلو، بطيء جدا كان تحرر الدواء، وبالتالي كمية الدواء اللي هو ريليست كان قليلة، ما احتجنا نعمل دليوشن. ورح نشوف شو الأرقام الآن، ممكن نسهلها تغير لكل الأرقام، أنا يعني مش متأكد تماما، هي راح توافيكم بعدين، بس تأخذ صلاحيات مدرس تدخل على المنصة تحكي لكم بالضبط إيش الأرقام اللي أنتم تستعملوها. لكن هلا بنشوف الفيديو مع بعض. Calculate the total amount of paracetamol in each specimen using the calibration equation. راح نستخدم هاي المعادلة، نفس المعادلة اللي استخدمتوها المرة الماضية لتحديد تركيز الباراسيتامول، وبعدين بدنا نعمل بلوت ما بين الأمونت اوف باراسيتامول ريليست مع الوقت، يعني كم بدنا نرسم على الواي اكسس نحط كمية الباراسيتامول اللي تحررت، وعلى الاكس اكسس بنحط الزمن. الزمن عندنا 5 دقائق، 10 دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة، وهكذا. وعلى الواي اكسس بده يكون التركيز اللي هو بنقيسه من الابزوربنس. تمام، في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال او استفسار فيما يتعلق بشرح الجزء النظري؟ راح نحضر الفيديوهات الان مع بعض. الدكتور، هاي المحاضره الاولى اخذناها بالجامعه مش هيك؟ المحاضرة الأولى أخذتوها على الديسوليوشن. لحظة، المحاضرة الأولى قصدك بالمختبر؟ الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي أخذتوها، هي يعني هذا المختبر فيه جزئيتين، الجزئية الأولى اللي هي الديسوليوشن أوف تابلتس، والجزئية الثانية اللي هي اليوم ديسوليوشن أوف كابسولز. عرفتي كيف؟ بس الجزء النظري هو نفسه أنتوا اللي أخذتوه الأسبوع الماضي، يعني التجربة هاي فيها قسمين، قسم للتابلتس وقسم للكابسولز، بس انا حبيت اعيد لكم الجزء النظري فيها. طيب انا راح اشغل على اليوتيوب هلا اللي هو رابط التجربه، فخليكم معي، خليني اعمل شير سكرين جديد. تمام، شايفين الفيديو؟ طيب خلينا نمشي على التجربة مع بعض.
نقارن الريزلتس اللي تطلع معانا مع الريزلتس اللي طلعوا معانا الاسبوع الماضي خاصه من ماشي يا جماعه سامعين سامعين بس شوي معلش دكتور نعم الصوت بس واطي شويه الصوت واطي معلش يعني انت يعني نحط لكم الرابط تبع الفيديو بتقدر ترجع تحضره بعدين يعني ما اعتقد اني بقدر اعمل اكثر من هيك بالنسبه للصوت فمعلش هلا مع بعض احنا اذا في اي ملاحظات بحكي لكم اياها على الفيديو بعدين بدك ترجع تحضر الفيديو لوحدك بيكون الصوت واضح تمام اذا هذا الجهاز اللي شايفينه احنا اللي هو الديسوليوشن تيستر هذا ديسوليوشن جهاز بنعمل عليه ديسوليوشن تبع الديسوليوشن اوبريتس اللي عملناه الاسبوع الماضي نفس الديسوليوشن ميديم نفس درجه الحراره نفس اذا استعملنا نفس الكونديشنز زي الاسبوع الماضي، الاسبوع الماضي اشتغلنا باراستامول تابلتس هذا الاسبوع بدنا نستخدم اللي هي الباراستامول كابسولز اللي حضرناها بالمختبر. هاي الباسكت اللي هي الاباراتس 1 فبدل ما نستخدم البادل اللي هي المروحه نستخدم هاي الباسكت علشان الكبسوله ما تطفو على سطح الديسوليوشن ميديم. فإذا الآن رحين نحط الكبسولات جوا هذول الباسكت الحرارة هون برضه احنا يعني للأسف الجهاز ما كان شغال المفروض درجة الحرارة تكون 37 درجة وبطول بعد هذا الباك يعني أكثر من ساعتين حتى توصل الحرارة 37 درجة فإحنا رايحين نعتمد حرارة المشفى زي المرة الماضية برضه نفس ونعمل اللي هو الديسكوشن زي الأسبوع الماضي طيب هذا الفيديو الأول خلينا نعمل الفيديو الثاني معلش خليكم معي لو عامل نيو شير تمام هذا الفيديو الثاني الآن اللي هو كماله زي ما احنا شايفين هنا مجهزين احنا حاطين الكبسولة جوا الديسوليوشن ميديوم هون كبسولتين احنا اشتغلنا فهون محددين السرعة احنا واذا زي ما احنا شايفين الباسكت عمالها بتدور جوا بجوز مش شايفين هاي الجزئية هاي البادلز هاي هون باسكت الكبسولة موجودة جوا الباسكت فطبعا اكيد التركيز رح يصير يتغير مع الوقت تركيز الماده الفعاله بالديسوليوشن ميديوم بالسائل رح يتغير مع الوقت رح يزداد مع الوقت الى ان نصل الى اقصى تركيز ممكن شوي مشكله هون بعمليه ذوبان الجيلاتين شيل الحراره نوعا ما 26 مش 37 لكن بالنهايه اكيد رح تحدد الكبسول شيل رح تطلع اقل من هاي من المشاكل اللي واجهتنا بالتجربه انه الكبسوله على يعني ما لان ما رفعنا الحراره الكبسوله ما يعني ما ذابت بسهوله المفروض الكبسول شيل بالستمك خلال 5 دقائق على 37 درجه مئويه تذوب بالكامل وتحرر محتوياتها إذا إحنا كل مدة زمنية معينة بنسحب بالسرنج كمية بنسحب بالسرنج كمية 5 مليليتر بنعمل لهم فلتريشن وبعدين بنعمل اللي هو التحليل اللي إحنا
بدنا نعمله على اليو في سبكتروفوتوميتر. طيب في ضايع عندنا اللي هو الفيديو الثالث الاخير، انتم هاي الفيديوهات يعني روحوا شوفوها يعني احضروها كمان مره لحالكم، بس نمر على الفيديو الثالث الاخير مع بعض. إذا ضايل عنا اللي هو الفيديو الثالث الأخير هون، خلينا نشوف النتائج. إحنا الآن أخذنا كل خمس دقائق، تقريبا كل خمس دقائق كنا نأخذ عينة، وزي ما حكينا نعمل فلتريشن وبعدين نقيس كم الأبزوربانس لهاي العينة على UV سبكتروفوتوميتر، زي اللي أخذناه الأسبوع الماضي بالنسبة للديسوليوشن أوف تابلتس. فهاي النتائج هون خلينا نشوفها مع بعض. مبدئيا هاي النتائج اللي احنا بدنا نعتمدها، الا اذا مسهلة يعني كان حبت انها تغير، فبدكم تشوفوا مسهلة شو رايها لان هي عندها تصليح الريبورتات. مبدئيا اعتمدوا هاي النتائج الا اذا جاكوا اي شيء غير ذلك. طيب خليني ارد اعمل شير هون كمان مرة ثانية. تمام، شايفين يا جماعة الفيديو؟ تمام. فإذا هون الوقت اللي احنا أخذناه 10 20 25 30 و35 دقيقة. يعني هون المشكلة عندنا صارت إنه الكبسولة ما حررت المحتويات لأنها ما ذابت، لأن الحرارة ظلت على حرارة الغرفة 25، لازم الحرارة ترتفع ل 37 عشان تذوب الكبسولة. مش هيك الكميات الأبزوربنس هاي لما تيجوا تحولوها لتراكيز راح تلاقوا انها قليله. طبعا كل واحد لاحظ انه كمية الدواء اللي صار لها ريليس قليلة جدا، الى تقريبا نص ساعة. يعني ممكن احنا زي ما حكيت لكم اول النقطة انه نطلع نحول الكونسنتريشن لأمانت، يعني بدل ما يطلع عندي احول الابزوربنس لكونسنتريشن باستخدام هاي العلاقة، بضرب الرقم اللي بيطلع عندي تركيز ضرب الحجم اللي هو 900 مليلتر بيطلع الاماونت اللي هو ريليس كميه الدواء اللي تحررت في الملي جرامز. فلو حولناها بنلاقي انه كميه الدواء اللي ريليس قليله جدا، يعني تقريبا 1 ملي جرام ريليس من الكبسوله خلال اول ساعه كميه تشويه. والسبب اللي هي السبب الرئيسي هي ممكن تعتبر الحراره، ما كانت الحراره 37 درجه سلسيوس، ما ذابت وما تحرر الدواء بشكل جيد. أنا كل يعني أقارن شوي لو أنا تسلسل أشوف تسلسل المنطقي إنه مع الوقت التركيز عماله بيزيد، لكن كمية الغليس ضعيفة جدا. هاي بس خليها على تمام. إذا يعني احضروا الفيديوهات أنتم مرة ثانية. خليني بس اطفي الورقه. طيب اذا انا حكيت عن مشكله اساسيه صارت معنا بالتجربه، انه احنا الكبسول شيل على 25 درجه مئويه ما ذابت، وبالتالي كميه الدواء اللي تحررت كانت قليله جدا، خاصه لدواء زي الباراسيتامول احنا بهمنا انه يصير له ريليس فروم ذا فورميليشن بسرعه كبيره. لكن خلينا نحكي يعني كتجربة أنتوا تشوفوا كيف طريقة القياس، طريقة الحساب، it's okay أنكم تستعملوا هاي الأرقام، لكن بالتأكيد كدوزج فورم أنه أنا خلال نص ساعة ما يتحرر يعني غير 1 ميلي جرام من الدواء، هو لازم جرعته 500 ميلي جرام، this is not acceptable يعني. لكن for the purpose لهذا المختبر يعني كويس أنه أنتوا بس تشوفوا كيف انعملت التجربة، و يعني تتعاملوا مع الأرقام وتشوفوا ايش يعني كيف بيطلع لنا الرسمه، رسمه اللي هي الاماونت ريليس وذ تايم، او الكونسنتريشن كيف بتغير وذ تايم داخل الديسوليوشن ميديوم.
في حد عنده سؤال أو استفسار؟ حنضايل معنا 5 دقائق تقريبا وقت السيشن. دكتور بعد إذنك، هي الفيديوهات هتنزل برضو اللينك بتاعها هيبقى موجود؟ اللينك اوريدي موجود. طيب تمام دكتور. موجود على المنصة. وهلا محاضرة اليوم هاي أنا هلا بحملها على اليوتيوب برضو، بحط لكم لينك عليها إن شاء الله. طيب دكتور، بالنسبة للمانيوال مش موجود على المانيوال؟ والله لسه ما حملناه على المنصة. احنا يعني تفاجأنا شوية بالأمور انها اصبحت الآن إلكترونية، لكن ان شاء الله تعالى يعني التجربة رقم 3 والتجربة رقم 4 اللي هو تجربة الأسبوع الماضي وتجربة التجربة اليوم موجودين على المنصة اوريدي. التجارب القادمة ان شاء الله راح تتحمل برضه أول بأول، أو ممكن كلها دفعة واحدة نحملها الأسبوع الجاي. فتجربة اليوم موجود المانيوال تبعها موجود على المنصة اللي هي نفسها. بالنسبة لمحاضرة المادة، تغير موعدها ولا يعني صارت من 2 للـ3؟ تغير، نعم، اللي هو الآن بدنا نمشي على الجدول الجديد، الجدول اللي هو جدول المنصة، جدول بوابة التعليم. تمام، ماشي، يعطيك العافية. نلتزم بالأوقات الجديدة إن شاء الله. ماشي. طيب ماشي، هو باقي تقريبا 4 دقائق. أنا رح أكون موجود، يعني اللي عنده سؤال بإمكانه يعني يسأل، اللي حاب يغادر السيشن بإمكانه يغادرها. يعطيك العافية. دكتور، نعم، شو طبيعة السؤال اللي ممكن تيجي على هاي يعني تجربة الأسبوع الماضي وتجربة اليوم؟ يعني هل إنه راح تكون أرقام حسابية مثلاً ولا كيف؟ حسابات ممكن حسابات، يعني تحولي من الأبسوربنس للكونسنتريشن، ممكن تحولي من الكونسنتريشن للأماونت. يعني الأبسوربنس بدك تطبقي المعادلة، معادلة الباراسيتامول، علاقة الكونسنتريشن والأبسوربنس ببعض. وعلشان تحولي الكونسنتريشن للاماونت احنا استخدمنا 900 ملليلتر تضرب ب 900 اللي هو الفوليوم، تضرب الكونسنتريشن ضرب الفوليوم بيطلع لنا الاماونت كمللي جرامز اللي هو ريليست اوف ذا دراج.